بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون أن معظم أهل الجحيم من النساء، طبعا يستشهدون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: تصدقنا يا معشر النساء فإني وجدتكن أكثر أهل النار، فإن كنا تكفرن بالله. أقول لا تكفرن بالله ولكن تكفرن العشير. تكفرن العشير، الحديث تكملته، فإن إحداكن تعيش مع زوجها دهرا من الزمن، هكذا معنى الحديث، فإن لا وجدت ما لا يعجبها من الرجل قال لم أجد منك شيئا. هذا ظلم، هذا ظلم. إحنا مطلوب عندنا في الإسلام أن الرجل هو الذي يتعب وهو الذي يعمل وهو الذي يسر من أجل امرأته وأولاده. هذا يتطلب الشكر، لا يتطلب الكفر، لأن مقابل الشكر كفر، كفر النعمة. فلذلك الأصل أنها تشكره. لذلك لو أمرت أحدا بأن يسجد لأحد، أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، السبب أنه يقوم على خدمتها ليل نهار 24 ساعة شغال يتعب. إحنا لو كان واحد مش امرأة وزوجة، لو كان واحد بضل يقوم على خدمة آخر دائما يوفر له الطعام والشراب والراحة، يعني شو بقول له؟ والله لو صح لي أسجد لك لا أسجد لك من كثر ما بيخدم عمال. هذه طبيعة الإنسان، يعني جملت النفوس على حب من أحسن إليه. فكذلك المرأة الآن هو في خدمتها باستمرار، فلما يعيش معها داهر بس تزعل منه في فترة من الفترات. كثير من النساء، ولا أقول كلهن، الأكثرية تقول له أنا ما شفت منك ولا يوم، هذا كفر النعمة. نتيجة لذلك تعذب في النار، ليس مخلدة، لأن النار هي عقوبات في يوم القيامة على قدر المعصية. إذا لم يغفر الله لهذه الأنثى أو هذا الذكر، يعني في معصية لها عقوبات قد تكون بسيطة، ساعات، قد تكون أيام، قد تكون سنوات، ولكن ما في تخليد في النار لمن يشهد أن لا إله إلا الله بحق هذه الكلمة، أي ما لا معبود بحق إلا الله مع الوحدانية. ولكن الشرك هو الذي يخلد في النار، لأنه الشرك أو الكفر لا يعترفون بوجود الله، أو يجعلون معه غنما، أو يجعلون معه شمسا، أو يجعلون معه بشر، استهزاء. فلذلك الله واحد أحد، تعبده من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، انتهى. يعني هذه حتى لو عمل معاصي بمشيئة الله، طبعا يمكن لأنه له حق عليه، ولكن قد يقول غفرت لك، لأنه هو حر بهذا، بس لم يظلمه ولم يظلم غيره، لأنه غيره لما بيشرك ممكن تعذب كونك بالساهل فكري بيعمل معاصي، ولكن قد يغفر له، هو مشيئة تريد ذلك، فلن يظلمه إنما أكرمه. فبالتالي الناس كلها برحمة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ستدخل الجنة ما دامت لا تشرك ولا تكفر. طيب، هناك من الرجال، معلش أنا أسفة على المقاطعة، يعني هناك من الرجال من ينفق على نسائهن ويعطيهن يعني في النفقة وإلى آخره، ولكن لا نجد منهم هذيك العاطفة اللي ممكن يعطوها للنساء. يعني مرات بيقول لك، بتقول لي انا بصرف على زوجي وهذا، ولكن ما بشوف منه كلمه كويسه، ما يعني حتى انا كمان لما اسوي شيء عمره ما بشكرني. ما فما نصيحتك؟ هذا ايضا سيعاقب. نعم، الظلم ظلمات يوم القيامه، ظلم الانسان لزوجته او لاولاده او للناس. واشد انواع الظلم هو الظلم القريب، وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. ذوي القربى خاصة النساء اللي بظلمهم، يعني مثلا في حديث: من تزوج باثنتين ولم يعدل بينهم، جاء يوم القيامة إحدى شقيهما، يعني جاء قدام الناس مفضوح. فإذا كان أساء الرجل لامرأته وعذبها وأساء إليها، هذا له عقوبة أيضا. إذن هي العقوبة ليست على النساء فقط، إذن بس، ولكن إحنا نقول عن قضية حاصلة باستمرار، أن ربنا الله سبحانه كلف الرجل بأن ينفق على المرأة، إحنا كمسلمين خاصة بعكس الغرب. فإذا هذا بيتطلب الشكر، فعدم الشكر بتعذب عليه المرأة ولكن لا تخلد. هذا فرق بين اثنين. أين يعني شافوا متعذب النار على كفرهم لهذا. فتصدقني، يعني بمعنى كفرنا عن هذه الخطايا اللي بتعملها، حتى الصدقة تطفئ هذا الغضب. هذا لا يمنع كل ما قلناه عن أن المرأة قد يكفرن بالعشير، أن الرجل مرتاح وكل شيء له. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مخاطبا الرجال: خيركم لأهله، زوجته يعني، أو من هي تحت إمرتي أهل بيته، هذا أفضل الناس. ويقول رفقا بالقوارير، قوارير أواني الزجاج لأنها سهلة الكسر،
فالكلمة تؤثر بها وكذلك القوة. فإذا أنت تتعامل مع قارورة لا تتعامل مع حديد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث غيره: لا يكرمهن إلا كريم، لا يكرمهن إلا كريم، ولا يبغضهن إلا لئيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع عنه أو يعرف عنه أنه في يوم من الأيام تكلم مع نسائه لا بكلام جارح ولا بفعل جارح. صحيح. فكان خير القدوة للرجال في العالم. إحنا بنقول بعد المرأة ما تأخذ حقوقها كاملة بصير تأذي جوزها، ما بصير، لأنه بصير في هذا. فإذا جاء بحقي هذا، جاء حديث كثيرة في حق الرجال حتى لا يظلمن النساء، حتى لا يضطهدن النساء، حتى تكون المرأة في عهدتهن امرأة تعيش في راحة وطمأنينة وتعيش بحمد وشكر. أما إذا كانت، أنا أتكلم عن الشابة التي يحسن إليها وتسيء، هذه اللي بسموها الناشز، هذا الصنف فقط. فلذلك نتكلم عن هذا. أما بالمقابل الرجال إذا لم يعدلوا مع نسائهن، إذا لم يحسنوا إليهن، حتى في الحديث أن الرجل إذا رزق بجارية واحدة اللي هي بنت تجري، يعني يعني لو في حديث أنه كان رسول الله جالس فقال: يا رسول الله، أو يعني احكي لنا عنها عندنا البنات، قال: من رزق بثلاث جواري كنا له عتقا من النار، جواري يجرين يعني صغار. قال: واحد واثنتين، واثنتين يا رسول الله رزق بهما. قال: واثنتين. قالت واحدة أو واحد وواحدة. قال: وواحدة. فلذلك من رزق بثلاث جواري فأدبهن وأحسن إليهن كنا له عتقا من النار. إذن الاعتناء بالمرأة ترى في نصوص كثيرة جدا، ولذلك إذا كبرت لها احترامها الخاص الذي يقارن بالتوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اللي هو الوالد ذكر الأنثى. ولكن المرأة ميزت بثلاث مرات عن الرجل في هذه المرحلة، اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل قال: أي الناس أحق بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن ميزة. ولما تكبر، سواء هي أو الرجل، ولكن كما قلت المرأة في المقدمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف شي أف، يعني مثلا بيجي الوالد أو الوالدة ويقول لأبني يجيب لي الشغل الفلاني، ويقول له طيب، يهز براسه، طيب جيب لي إياها بعد فترة، ويهز براسه. ثالثي يقول أف، شو يعني، مش عاجب. هذه كلمة أف كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، للمرأة أكثر. فجاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم كثر ما سمع عن حقوق المرأة، قال: يا رسول الله، لو أني أخذت أمي على ظهري من المدينة إلى مكة 400 كيلو على ظهري، فحججت بها، طفت وسعيت إلى آخره ثم رجعت، أكون، هل أكون أديت إليها حقها؟ قال: ولا بطلقة، طلقة تطلق في أثناء الولادة. يعني هذه حقوق كثيرة، حتى لا يشعر النساء أنه يعني البنت تدخل الجنة والأم تدخل الجنة. هذه امرأة، البنت تدخل الجنة بتربيتها والأم تدخل الجنة، يعني هي صغيرة بتدخل الجنة وهي كبيرة. طب هي نشيطة بدها تتعاون في خدمة البيت، ما تقولش والله ما عملت شيء يعني مقابلة. يعني كل واحد له حقوق وعليه واجبات من الرجال أو النساء. نعم. تقارن مع الغرب. نعم. هل الغرب يعامل أمه كما نعاملها نحن بنصوصنا؟ لا طبعاً. المرأة على ملجأ العجز لما تكبر. نعم. أبوها ابنها بعد ما يبلغ أو بنتها بعد ال 18 بخرجوا عنهم ولا يرجعون إلا نادرا. صحيح. زوروهم بس زيارة، قد تكون عيد الميلاد، مناسبات، عطل معينة أو كرت معين. صحيح. ثم تموت في الملجأ. إحنا عندنا من الكبائر هذه من الكبائر، وإن كانت منتشرة عند المسلمين هذا تقليد الغرب، مش عندنا. ولذلك في الحديث اللي هو بقول رسول صلى الله عليه وسلم لما واحد طلب بده يدخل الجنة قال: إلزم قدمي أمك. فإجا المثل وهو ليس حديث: الجنة تحت أقدام. هو ليش حديث؟ هو تفسير للحديث. الحديث إلزم قدمي أمك تدخل الجنة، يعني يكون خاضع لهذا المقصود فيه. هذا المقصود فيه. يقول لك بعدين حقوقنا مش حقوقنا، يعني وانا باش يجي تشي حقوق اكثر من هيك. بارك الله فيك.